مساء الخير متابعينا الكرام، متابعي موقع بصراحة الأخباري من كل مكان. معكم عبير محمود من محافظة المنيا. معانا النهاردة الحاجة سعاد بتبكي في الشارع، جالها إنذار على البيت وهتضطر في الشارع ومش عارفة تدفع، ظروفها ما تسمعش إن هي تدفع الإيجار ومعاها بنتين فقط ومش عارفة تعمل إيه. النهاردة معانا الحاجة سعاد هتحكي لنا حكايتها من أولها. إزيك يا حاجة سعاد؟ إزيك يا دكتورة؟ الو الو يا دكتور، السلام عليكم يا بيه. انا ابويا ميت وما باخدش معاش وظروفي تعبانه ومعايا بنت زعلانه معجوزه معاها 3 ايام وظروفي تعبانه. انا يعلم بظروف ربنا، بربي يتامى وبنت مطلقه بثلاث ايام وانا معايا نعم عندي 70 سنه. لا ما باخدش معاش والله العظيم، والله العظيم ما باخد معاش وكتاب ربنا. المحامي كتبت على المعاش، المحامي قال لي ده المعاش اترفض والكارت بتاعه معايا من بين مزار، وانا ظروفي تعبان عليا الايجار بعتلي لي انذار بيقول لي عليك 3500، وانا ببيع شويه مناديل ويا نبي يا رب انا مره مريض عند السكر والضغط وظروفي تعبانه يا نبي يا ربنا. معاكي عيال يا بنتي، ربنا اللي يعلم بيا، لا ما يا بنتي يا سبب، ما يا ما يا ويد مطلق مرات، بس يا ربنا اللي يعلم. لا أنا قاعدة أجيبني المساكن اللي في العشش، عمارة 24، شقة 13، والدور الرابع. ربنا اللي أنا من أبوه ميت، ما بقبضش معاش ولا بقبض حاجة، والله ما بقبض معاش. ربنا اللي أنا بيا. ما تبعتيش الايجار بقالك قد ايه؟ عليا 3500. عليا 3500. ربنا اللي يعلم. انت قاعده هنا بتعملي ايه يا حبيبتي؟ انا شويه مناديل. ببيع شويه مناديل، طيب اكل منين؟ مريضه ما بقدرش امشي. عندي السكر والضغط. بتعالج بالسكر والضغط يا رب يا ربنا. وعندي جلطه في رجلي ما بقدرش امشي. وممكن ربنا ما بقدر امشي. طب ربنا ما بقدر امشي وما بقبلش معاش ولا ليا دخل الا اطر المناديل اللي ببيعها. قدمت على معاش قبل كده؟ نعم. قدمت على معاش قبل كده؟ قدمت، ما قدمت المحامي قال لي كل ده اترفض. نعم. المحامي بيقول لي ده اترفض، المعاش بيقول لي بتاعك اترفض، والكارت بتاعها معايا. الكارت بتاعها صوروه لي. بيقول لي اترفض المعاش، والله ما بقبض معاش، والله ما بقبض. اعلم يا ربنا ان انا ظروفي تعبانه وما بقاش شويه مناديل، ولو طلعت يوم بقعد 3 ايام بتجيني غيبوبة السكر بتوجعني في الارض، وانا بربي يتام وظروفي تعبانه. ربنا اللي اعلم بحالتي. متوفي؟ ما يعلم هو ابو ميت، ابو ميت. ربنا اللي اعلم، اللي اعلم يا ربنا. مليش دخل، مليش عندي حنة علينا ربنا، ربنا بالكل. وربنا يخلينا سادة البيت محافظ، ويخلينا السيسي ويخليهم لنا كلهم ويحافظ عليهم ويبارك لنا في السيسي ويبارك لنا في المحافظة ويبارك لنا فيهم كلهم ويخليهم لينا ويحافظ عليهم يا رب، ويقعد عليهم الأيام بخير، وكل سنة وهم طيبين، كل سنة وهم طيبين، يقعد عليهم الأيام بخير يا رب. بناتك بيشتغلوا يا حاجة ولا لا؟ والله واحدة متجوزة واحدة زعلانة. مالي أيش حد بيشتغل، والله ربنا اللي يعلم، ربنا اللي يعلم. انت بقالك قد ايه هنا في الشارع؟ بقالك قد ايه؟ انا اديني 2 ونص مقدم على المعاش وما خدتش، يقول لي ده القضية اترفضت. بقعد في الشارع هنا مفتوح، اديني بتاع 3 سنين هنا مفتوح في الشارع. كل شوية أنا أجيب شوية مناديل عشان آكل، مش قادر أمشي ولا أقدر أغسل ولا أقدر أروح بيت أخدم. بقى أنا بشوية مناديل غصب عني، ظروفي تعبانة مريضة مش قادرة أمشي ولا قادرة. يا رب يا ربنا، ربنا اللي أعلم بالحالة بتاعتي، أعلم بحالتي، ظروفي تعبانة. لو بكذب يا رب تجيب مني ده حتى.
ده حتى المعاش ما باخدوش، المعاش مش باخده يا رب، والله يعلم يا رب. انا كنت باخد معاش يحبسوني ودوني البندر، والله ما باخد معاش. جوزك ملوش معاش حتى؟ لا ده كان شيال، كان شيال في المحطة، ما كانش لي معاش، ما كانش مأمن. انت عايش ازاي؟ انا ببيع شوية البناديل دول، و بشوية المناديل اللي معيش، اللي واهل الخير، لو الاهل الخير يحنوا علي، اهل الخير ولاد الحلال اللي بيحنوا علي، والله العظيم ما بيع الا شوية المناديل. ربنا اللي يعلم، وظروفي تعبانة، ويجي يشوف الحالة بتاعتي. مفيش حد خالص بيساعدك؟ ربنا، ربنا بالكل، ربنا، ما فيش حد الا ربنا بالكل، ربنا بالكل. يا نبي يا ربنا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم كلها بخير، ويقدر الناس على فعل الخير يا رب. يا بخت، لا انا طلبت بس يجيبوا لي حكاية الايجار، بس حكاية الايجار في المجلس، مجلس المدينة، اسم سعيد انور امين مصطفى. الايجار هناك ما اتدفعش، يشوفون الايجار في مجلس المدينة، اسم سعيد انور امين مصطفى، عمارة 24 شقة 13. والله ما دفعت الايجار، عليا 3500 جنيه. يعني انت حد اقصى طموحك ان حد يدفع لك الايجار؟ نعم يا الله، اقصى طموحك ان انت حد يدفع لك الايجار؟ هو ده اللي انت عايزاه بس يعني؟ اللي هو عايز معاش، اطلب معاش، اكل بيه واشرب واقعد في البيت، ما اطلعش تاني، اقول الحمد لله. اتعمل لي معاش اقول الحمد لله، اكل بيه واشرب واقول الحمد لله، وربنا يخلي الناس تيجي ويطول عمره في شر المرض، ويخلي الاولاد ويعلوه لنا يا رب، ما نتعلمش منه ابدا. بيقف مع الناس الغلابة، بيقف مع الناس الغلابة. ربنا حد، انت بتقولي انت عايشة من المناديل دي، اللي اهل الخير بيحنوا عليا، اللي ربنا اللي انا اللي يشتري مني منديل، واللي يديني مثلا اللي تديني ما يكونش منديل. ايه يا الله، اللي ناس سمر تنساش تاخد المنديل، تديني 2 جنيه ما تاخدوش. واللي يحن عليا اللي يديني 3 جنيه، اللي يديني 2 جنيه. اهل الخير وربنا اللي اعلم بيا، عارف بلاطته وحوجته، وربنا اللي اعلم. ماليش حد الا ربنا، ربنا بالكل، ربنا بالكل، ربنا. ربنا يبارك في حياتك يا حاجة سعاد، وديك دكتور عمر. نعم يا الله، اللي قد، نعم يا الله، اللي قدركم علي ربنا. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه المعاش بس، يعملوا لي اطار معاش ويدفعوا لي الايجار، ورضا من عند ربنا بس. النهاردة كنا مع الحاجة سعاد، زي ما انتم شايفين يعني أقصى طموحها بس إن هي تعمل لها معاش وحد يدفع لها إيجار الشقة اللي هي بعت لها إنذار إن هي تطرد منها. يعني المنظر نفسه زي ما انتم شايفين مش محتاج إن احنا نحكي أكتر من كده. كنت معاكم عبير محمود من محافظة المنيا، موقع بصراحة الإخباري، شكرا.